الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة والأول الفاعل بالطبع فللعلل الفاعلية ثمانية أقسام، الأول يعني القسم الأول الفاعل بالطبع وهو الذي لا علم له بفعله مع كون الفعل ملائما لطبعه كالنفس في مرتبة القوة الطبيعية البدنية فهي تفعل أفعالها بالطبع. هذا القسم الأول. لأن القسمة مرت علينا المقسم ما هو الفاعلية الفاعلية المطلقة الفاعل أو الفاعلية المطلقة فهذا الذي يمارس الفاعلية يعني الفاعل إما له وعي ب وعي بالأشياء يعي الأشياء يعلم بالأشياء الذي هو في صدد تفاعل معها أو يتجلى بها كافعال صادره منه او لا يعي او لا الذي لا يعي اذا كان فعله يتناغم مع طبعه يلائم يتناغم مع طبعه ويلايم طبعه هذا فعل بالطبع يعني ما عنده وعي بفعله فحجر ينزل من السماء إلى الأرض فهذا فعلي للحجر هل يعي بغايته بنفسه بحركته لا أبدا هذا فعل بالطبع لماذا لأن النزول للحجر يوافق طبعه على الفيزياء القديمة طبعا ويمكن لك أن تمثل بأمثلة متعددة الشمس وهي تتحرك الأرض وهي تدور حول الشمس القمر وهو يدور حول الأرض وهكذا واقعيات تتحرك وليس لها وعي لا بذاتها ولا بفعلها وإذا كان فعلها متناغما مع طبعها فاعل بالطبع القسم الثاني من الفاعل بدون وعي الفاعل بالقصر الحجر مرمي إلى السماء هذا فاعل بالقص بدليل أنه تصل السرعة إلى الصفر ثم يعود إلى حركته الطبيعية أو العين حينما تكون مريضة لا تبصر فاعل بالقصر يجب أن تذهب إلى الطبيب يعدل المزاج تشفى العين حينها تعود إلى الفاعل بالطبع فاعل بالطبع فاعل بالقصر الآن نروح إلى القسم الثاني الفاعل الفاعل الواعي. فالوعي هنا عنده أقسام متعددة واعي لا إرادة له فاعل بالجبر هذا لا معنى له ولا مصداق له سيأتي الحديث ليس عن هل الجبر حق أم لا هذا بحث خارج عن دائرتنا عن بحثنا الآن فقط في الفاعلية نبينه بنحو الفتوى ثم نصل الى هذه النقطه ان الفعل بالجبر لا مصداق له ولا معنى له فلسفيا وان كانت المساله عرفيا مقبوله العرف يؤمن بهذا الامر الفاعل الواعي وعنده اراده اما فعله على مستوى علمه على مستوى ذاته او على مستوى فعله الوعي اثناء الفعل هو الفعل بحد ذاته هذا فاعل بالعناية مبنى شيخ الاشراق الفاعل الذي وعيه وعلمه قبل الفعل إما عنده قصد أو لا عنده قصد فاعل بالقصد مبنى المتكلمين آه، الذي ليس له قصد يقسم بقسمين إما فاعل بالعناية وهو مبنى المشاء يعني مبنى شيخ الرئيس أو الفعل بالتسخير مبنى صدر المتعلين هذه الأقسام السبعة فاعل بالطبع فاعل بالقصر فاعل بال فاعل بال فاعل بالرضا مبنى شيخ الإشراق علمه هو الفعل يؤمن بقى يؤمن بقى فقط بالعلم الإجمالي البسيط قبل الفعل ما عنده علم إجمالي أين يتفصل العلم في الفعل هذا هو الفعل بالعناية ما شيخ الإشراق والفعل بالقصد هو مبنى المتكلمين فعل بالعناية ينسب إلى المشى وهو للشيخ الرئيس نعم فعل بالعناية فعل بالقصد نعيد لنا ثمانية فاعل بال فاعل بالتسخير انا اخرته لان عنده خصوصيه خاصه فاعل بالطبع فاعل بالقصر آه الفاعل بالجبر الفاعل بالجبر الفاعل بالعنايه الفاعل بالفعل قبل الله الفعل بالعنايه مبنى شيخ الاشراق وصدر متألهين ومنها الفعل بالتسخير تصل إلى ثمانية هو الآن يبينهم بالفتوى بدأ بالفعل بالطبع يقول الفاعل بالطبع هو الذي لا علم له بفعله صل ما عنده وعي ليس من الفواعل العلمية نعم مع كون الفعل ما يصدر عنه من حركة ملائم لطبعه كالنفس في مرتبة القوة الطبيعية يعني في القوة الطبيعية ليس في مرتبة النفس مرتبة النفس النفس كلها وعي كلها معرفة يعني عندك هذا الجرم الجرم العيني اذا مرض فعل بالقصر اذا كان سالما فعل بالطبع نعم في مرتبة القوة الطبيعية البدنية يعني في بعدها المادي فيتفعل أفعالها بالطبع نعم كثير من من الأمور حركة اليد الإمساك الحظم الجذب هذه كلها آه فعل بالطبع ثاني الفعل بالقصر وهو الذي لا علم له بفعله مثل الفعل بالطبع لا فرق قاسم له ولا فعله ملائم لطبعه كالنفس مرتبة القوة الطبيعية البدنية عند انحرافها لمرض مزاج خربان عين فاسدة في جرمها حتما النفس لا تبصر جيدا هنا فعل بالقصر. أو حجر مرمي إلى السماء. نعم. فإن الأفعال عندئذٍ حينئذٍ عندئذٍ تنحرف عن مجرى الصحة لعوامل قاصرة، عوامل خارجية مرض. أو حجر ترمي إلى السماء، العمل الخارجي واليد هو اليد ترميه. شخص يرميها بيده. ثالث فعل بالجبر. وهو الذي له علم بفعله وليس بإرادته كالإنسان يكره على فعل ما لا يريده هل هذا له مصداق خارجي يتبين لك أنه لا مصداق له خارجي بالدقة الفلسفية وله مصداق خارجي بالتسامح العرفي إذا الفاعل بدون وعي وعلم بيناه فاعل بالطبع وفاعل بالقصر فاعل بوعي بعلم ينقسم إلى فاقد الإرادة مع إرادة فاقد الإرادة فاعل بالجواب عنده إرادة كيف أنا عنده عنده علم وإرادة علمه في فعله فاعل بالرضا ما شيخ الإشراق علمه قبل الفعل ليس كشيخ الاشراق، شيخ شرق يقول التفصيلي اثناء الفعل. هذا القسم لا، علمه التفصيلي قبل الفعل، له قصد فعل بالقصد مبنى المتكلم، ليس له فعل بالقصد آه العلم ينقسم الى قسمين، فاعل بالعنايه، فعل ب... بالتجلي لشيخ شخل... صدر المتألهين. ما الفارق بين الفاعل بالعنايه والفعل بالتجلي؟ سيأتي في هذا البيان ثم الثامن هو الفاعل بالتسخير يأتي بيانه إن شاء الله نعم الثالث الفاعل بالجبر وهو الذي له علم بفعله يعني عنده وعي يعي أفعاله وليس بإرادته مسلوب الإرادة كالإنسان يكره على فعل ما لا يريده الرابع الفاعل بالرضا هذا مبنى الشيخ الإشراق نعم وهو الذي له إرادة لفعله عن علمين وعلمه التفصيلي بفعله عين فعله، أما العلم الإجمالي البسيط موجود. الشيخ الإشراق ليس مجنوناً ينفي العلم الإجمالي على مستوى الله تعالى، لأن يعني الله فعل كذلك يندرج تحت مصداق من مصادق هذه الفواعل. إذا عنده علم إجمالي سابق، عنده علم تفصيلي، أين يتفصل؟ في اثناء الفعل او عين الفعل وليس له قبل الفعل الا علم اجمالي علم اجمالي يعني علم بسيط ليس الاجمالي العرفي الفضفاض المبهم لا بسيط قوه نعم وليس له قبل الفعل الا علم اجمالي به بعلمه بذاته يعني العلم البسيط والإجمال عين الذات بذاته المستتبع المستتبع لعلمه الاجمالي بمعلوله. نعم. اذا عنده علم بفعله ومعلوله بالاجمال يعني بالبساطه قبل الفعل. كالانسان يفعل الصور الخياليه، كل ما يتجلى من صور خياليه في ذهنه، يصنع الصور كما يشاء، نعم. وعلمه التفصيلي بها عين تلك الصور نعم ليس امرا زائدا اضافات اشراقيه لان الشيخ الاشراق هو اول من اسس هذا المصطلح الاضافه الاشراقيه يعني الصوره هي عين الفعل والفعل هي عين الصوره نعم وله قبلها علم إجمالي بها علم اجمالي يعني بسيط شديد غير مفصل لعلمه بذاته هذا هو الميلك لانه اذا علم بذاته يعني هذا هو العلم التفصيلي يعلم يعني بكل الأشياء بنحو الإجمال يعني بنحو البساطة ليس بنحو التفصيل الفعالة لها فعالة لهذه الصور الخيالية وكفعالية الواجب تعالى للأشياء عند الإشراقيين يعني عن شيخ الإشراق الله فعل بالعناية يعني عنده علم بسيط غير متكثر في مرتبة ذاته يعني الشيخ الإشراق لم يدرك الكثرة العلمية في ذاته فقال بالبساطة بدون التكثر أين العلم يتكثر في مرتبة الفعل إذا فعل بالرضا الخامس الفاعل بالقصد هنا لا علم قبل الإيجاد تفصيلي موجود عنده قصد أو ليس له قصد الفاعل بالقصد وهو الذي له علم إرادة علم وإرادة نعم وعلمه بفعله تفصيلي قبل الفعل خلاف شيخ الإشراق بداع زائد يعني يسعى نحو شيء وهذا لا ينطبق على الله تعالى عند الفلاسفة لأنه الذي يسعى يتكامل كالإنسان في أفعاله الاختيارية نعم الإنسان يصدق عليه فعل بالقصد لأنه عنده داعي ويتحرك نحو الكمال وكالواجب عند جمهور المتكلمين الواجب لا يصدق عليه هنا أنا أنتقد متكلمين المهم سيأتي إن شاء الله بالتفصيل السادس الفاعل بالعناية وهو الذي له علم سابق على الفعل زائد على ذاته هذا هو ملاك الفارق بين مبنى صار المتعليين يقول هنا زائد على ذاته لأنه يعني إذا كان العلم التفصيلي في ذاته يلزم التركب هنا شيخ الإشراق ابن سينا لم يفهمها جيدا كيف يقارب الكثرة العلمية على مستوى الذات ما يقدر يلزم التركب خرجها إلى الذات لوازم نعم يسميها الوجودات العلميه لازمه للذات وليس في عق عمق الذات صدر متأنيق يقول لا في عمق الذات وسترون نعم اذا هذا هو الفارق بين الفاعل بالعنايه والفاعل بالتجلي مبنى صدر متعلق كما سياتي بيانه ما هو الفاعل بالعنايه؟ الذي له علم سابق على الفعل اجمالي ام تفصيلي؟ لا يقول تفصيلي لكن زاد على الذات وجودات علميه لازمه للذات. نعم نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داعي زائد من غير داعي زائد يعني أخرج مبنى المتكلمين كالإنسان الواقع على جذع غال فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض وكالواجب تعالى في إيجاده الأشياء عند المشاين يعلم يعني بالأشياء قبل الإيجاد بالتفصيل إلا أن التفصيل خارج ذاته وجودات علمية لازمة للذات ليس في متن الذات زائدة على الذات فقط صدر متعلن يدخل هذا التفصيل في الذات نعم بأي طريقة سطر إذا هذا هو مبنى المشاء أو على الأقل الشيخ الرئيس تجده في التعليقات للشيخ الرئيس صفحة 18 إلى 19 شرح الإشارات الجزء الثالث يعني قسم الإلهيات صفحة 151 وأنا هذه في كتب الشيخ الرئيس السابع الفاعل بالتجلي هذا لي صدر المتألي الفارق مع الفاعل بالعناية أنه أدخل الكثرة في الذات إجمال وتفصيل وهو الذي يفعل الفعل وله علم تفصيلي به هو عين علمه الإجمالي بذاته ليس لازم للذات كما يقول شيخ الرئيس كالنفس الإنسانية المجردة ينظر يعني يأتي بمثال فإنها لما كانت صورة أخيرة لنوعها يعني النفس الإنسانية يعني النفس الناطقة كانت على بساطة بساطتها مبدأ لجميع كمالاتها الثانية نعم هي النفس الناطقة هي ال كمال الأول ثم كل الكمالات التي تأتي تأتي من علم و و و كمالات ثانيه التي هي لعليتها وهي لعليتها لأن هذه النفس علة هي موجدة لكمالاتها واجدة. نعم. فإنها لما كانت صورة أخيرة لنوعها وهو الإنسان كانت على بساطتها من؟ النفس الناطقة. مبدا لجميع كمالاتها الثانيه يعني كل ما ياتي بعد تعين الهويه مبدا الهويه تسمى الكمالات الثانيه التي هي لعليتها يعني هذه النص الناطقه لانها متحيثه بالعليه واجدة لها في ذاتها واجدة لهذه الصور التفصيلية في عمق ذاتها إذا الكثرة العلمية ليست لازمة للذات وإنما هي عين الذات كشف تفصيلي في عين البساطة والإجمال إجمال في عين التفصيل نعم وهذا مبنى العرفة نعم وعلمها الحضوري من الشهود بذاتها علم بتفاصيل كمالتها وإن لم يتميز بعضها من بعض نعم كلها نحو الاندكاك حيثيات تقليدية اندماجية وكالواجب تعالى بناء على ما سياتي ان شاء الله في في الفصل الحادي عشر من المرحله الثانيه عشر يعني الالهيات بالمعنى الاخص ان له تعالى علما اجماليا بالاشياء في عين الكشف التفصيلي اخذ وصد المتالين من العرفاء مقام الاحديه ومقام الواحديه مقام الاحديه الاسماء الذاتيه اندماج تام مقام الواحدية تفصيل الأسماء العرفة يتحدثون بالأسماء وهو في تمام الذات لم نخرج من الذات بعد ما وصلنا إلى مقام الفعل تجلي الفعلي بعد ما وصلنا هناك في تفصيل وإجمال إجمال مقام الأحدية تفصيل مقام الواحدية صدر المتاني استثمر هذه هذه المعلومة العرفانية في حقله الفلسفي وصل إلى أن الله تعالى والفواعل الواعية تفعل بالتجلي ما معنى؟ يعني أفعال واعية فخرج الفعل بالطبع وفعل بالقصر أفعال إرادية خرج الفعل بالجبر ليس لها قصد حتى تتكامل خرج الفعل بالقصد للمتكلمين عندها علم تفصيلي قبل الفعل خرج الفاعل بالرضا للشيخ الإشراق عندها علم تفصيلي على مستوى الذات وليس علم التفصيلي لازم لازم للذات خرج مبنى ابن سينا جاء الفاعل بالتجلي ما معناه فاعل علمي علمه التفصيلي والإجمالي في عين الذات في عمق الذات نعم ولا يخدش الذات ويجعلها مركبة لا أبدا وفاعل إرادي نعم يعني فعل الاختياري يبدأ من ذلك العلم وينتهي بالإرادة يتحقق الفعل تأتي حرية الاختيار ويحقق الفعل الله تعالى باعتباره تمام الكمال فوق التمام دائما هذا العلم هو متن الواقع لأنه هو الله تعالى هو مثل الواقع إرادته متن الواقع ففعله يكون متن الواقع يعني متن الحقيقة صار ما هناك لا بطلان ولا خطأ ولا يحزن نعم أما نحن لا نحن الفواعل الضعيفة قد يكون العلم ناقصا لا نلمس الواقع كما هو فإرادتنا تكون ضعيفة لأن العلم ضعيف فالاختيار يأتي, ضع... يأتي ضعيفا فلا نتكامل كلما ترقت عقلانيتنا ترقت إرادتنا ترقى, ترقى اختيارنا ترقى فعلنا تكاملنا المسألة هكذا هذه السبعة فاعل بالطبع فاعل بالقصر فاعل بالرضا فاعل بالقصد فا... آ... فاعل بالقصد فاعل بالعناية فاعل ب... آ... بالجبر فاعل بالتجلي سبعة ثم الثامن فاعل بالتسخير فاعل بالتسخير يتميز بماذا هذا الفاعل مسخر تحت غيره يقول والثامن الفاعل بالتسخير وهو الفاعل الذي هو هو وفعله لفاعل يعني هو كذات وفعله تحت تسخير قوة صوف عليا مثلا أنا لو حرك يدي حرك يدي هذه القوة التي تحرك يدي مسخرة تحت النفس يعني مسخرة للنفس فأنا وفعلي في حركتي يعني هذه كقوة هذه القوة التي تحرك اليد تحت هيمنة النفس إذا أنا هنا أفعل بالتسخير بهذا المعنى الواقعيات الكونية كلها لأنها تحت تسخير الله فهي وفعلها تحت تسخير الله فواعل بالتسخير بهذه المعنى بهذا المعنى ثامن الفاعل بالتسخير وهو الفاعل الذي هو وفعله لفاعلين فهو فاعل مسخر في فعله كالقوى الطبيعيه والنباتيه والحيوانيه مسخره في افعالها للنفس الانسانيه وكالعلل الكونيه المسخره للواجب تعالى فهل هذا يدخل في ذلك المقسم الكبير او لا عنصر مستقل فريد من نوعه لا يدخل تحت التقسيم لماذا لان كل الفواعل الخلقيه تندرج تحت الفعل بالتسخير لانها مسخره من الله تعالى. وفي عد الفاعل بالجبر، هنا يدخل السيد العلامه في مقاربه الفاعل بالجبر يقول لا معنى له الا عرفيا ويبين ملاك الملاك الذي جعل العرف يؤمن بالجبر. وفي عد الفاعل بالجبر ما هو الفاعل بالجبر؟ عنده وعي يعي الافعال. إلا أنه مسلوب الإرادة يعني في قوة خارجية وقفت الإرادة جعلتها لا تختار نعم وفي عد الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية الفاعل بالعناية هو الذي له علم إجمالي في الذات علم تفصيلي خارج الذات كلوازم وعنده إرادة بحيالهما مباينين للفاعل بالقصد نظر يقول هو هو الفاعل بالقصد هو الفاعل بالقصد يعني ليست أقساما في عرض الفاعل بالقصد جيد فقط فقط القصد قد يكون القصد للتكامل القصد للتكميل يعني الله تعالى مثلا فاعل بالقصد عند ابن سينا فاعل بالعناية سيد الإعلام يقول لا فرق بينه وبين فعل بالقصد لماذا؟ عنده قصد قصد للتكميل أنا فاعل بالقصد قصد للتكامل أنا أتكامل أما الله تعالى لا عنده قصد يكمل مخلوقاته فالكمال لا يعود إلى الذات يعود إلى خلقه المهم توضيحه الآن يبين لماذا فاعل بالجبر والفاعل بالعناية والفاعل بالقصد حقيقة واحدة ما في تميز يقول أننا ننسب الأعمال المكترثة بكل نوع من انواع المشهودة، اعني كمالاتها الثانية. بعد الذات، بعد مبدا الهوية، كل ما يأتي يسمى كمال، ثم كمال أول، يعني الله يعطيك الوجود، يعطيك هذه القوة، ثم أنت تترقى. كل ما تكسبه بعد الترقي هو كمال ثاني. أما ذاتك وقواك كمال أول. هذه سجلها جيدًا. يقول أننا ننسب الأعمال المكتنثة بكل نوع من الأنواع المشهودة، يعني كمالاتها الثانية، يعني ملفوفة بالكمالات الثانية. نعم، إلى نفس ذلك النوع، طبعًا. النوع هذه قاعدة. النوع هو الذي مبدأ تلك الكمالات الثانية. فكل نوع علة فاعلية لكمالاته الثانية. والأنواع في ذلك على قسمين. منها ما يصدر عنه أفعاله لطبعه من غير أن يتوسط فيه العلم كالعناصر هذه المخلوقات التي ليس لها وعي، القمر يدور حول حول الأرض ما عنده علم مسكين يدور بطبعه نعم الله تعالى جعله في قانون قهري ويؤدي وظيفته الكونية ولا هو واعي بنفسه ولا هو واعي بفعله. نعم تقول كالعناصر من مثل القمر ومنها ما للعلم دخل في صدور أفعاله عنه كالإنسان ثم الفواعل العلمية الفواعل العلمية كالإنسان الله تعالى الملائكة. والقسم الثاني يعني الفواعل العلمية مجهز بالعلم ولا ريب أنه إنما جهز به لتمييز ما هو كماله من الأفعال مما ليس بكماله ليفعل ما فيه كماله نعم ويترك ما ليس فيه ذلك هذا اصل اساس في فلسفه الاخلاق فلسفه الاخلاق تدور مدار الاراده والاراده لا يمكن ان تتحرك نحو كمال الانسان الا اذا كانت مدركة مميزة يعني الفاعل إنسان إلا إذا كان مميزا للحق من الباطل والكمال من اللا كمال حتى تتحرك الإرادة نحو الكمال وكل فاعل علمي يتحرك نحو كماله ما عندنا في الكون مطلقا فاعل علمي لا يتحرك نحو الخير هذه السلطنة الإلهية المطلقة ما شاء الله، هذا هو القضاء والقدر في مقام الفعل. خليني نكمل العبارة حتى نقف عند نقطة ونكمل البحث في الحصة الآتية. نعم يقول: ولا ريب أنه إنما جهز به بالعلم لتمييز ما هو كماله من الأفعال من بيانية مما ليس بكمال له. لماذا؟ لغاية، ما هي الغاية؟ ليفعل ما فيه كماله، يعني يتحرك نحو الكمال. ويترك ما ليس فيه كذا في ذلك يعني يترك النقص كالصبي يلتقم ما أخذه فإن وجده صالحا للتغذي طبعا الصبي الصبي لا يتحرك بالعقل يتحرك بالخيال وبالتوهم نعم سيد ما بدلا من يأتي بإنسان واعي أتاني بالصبي الصبي في العموم الأغلب يتحرك بالغريزة وليس بالوعي فالمثال لا يناسب المقام كالصبي يلتقم ما اخذه فان وجده صالحا للتغذي يجده صالحا للتغذي بوعين سيدنا ام بغريزه؟ بغريزه نعم كالفاكهه اكله وان لم يجد كذلك تركه ورمى به فتوسيطه العلم لتشخيص الفعل الذي فيه كمان له وتمييز من غيره والذي بي يوسطه من العلم والتصديق إن كان حاضرا عنده غير مفتقر في التصديق به إلى ترو وفكر سريعا يفعل كالعلوم الناشئة بالملكات ونحوها ولم يلبث دون أن يريد الفعل فيفعله فيفعله وإن كان مشكوكا فيه مفتقر إلى التصديق به أخذ في تطبيق العناوين والأوصاف الكمالية على الفعل فإن انتهى إلى التصديق بكونه كمالا لو فعله وإن انتهى إلى خلاف ذلك تركه وهذا الميل والانعطاف الى احد الطرفين هو الذي نسميه اختيارا ونعد الفعل الصادر عنه فعلا اختياريا فتبين ان شاء الله في الحصه القادمه نعمق هذا البحث ثم ندخل في فتبين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.